السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو نتاع اليوم. باش نحكيو على النقائص اللي موجوده في المنتخب التونسي قبل ما يفوت الفوت البارح ضد الكونغو الديمقراطيه. الشعب التونسي الكل يستنى في حنا باع للمجبري، حنا باع لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي من وقت اللي صحح في الاوراق وباش يتقمص الوان المنتخب، والناس الكل تستنى في المقابله هذه بدقيقه والدرج يجي سي منذر الكبير عنده رأي آخر يخلي حنا باع المجبري على البنك ويهبط في بلاستو يوسف حكومة. لكن قبل كل شيء باش نفتح قوس على الإخوة الجزائريين واللي نحبوهم ويحبونا كيما نقولوا ويقولوا خاوة خاوة. البارح بوقت اللي لعبت المنتخب التونسي ضد الكونغو الديمقراطية والمقابلة وفات واحد بلاش لتونس، ولكن بمردود هزيل، بمردود ضعيف وضعيف جدا. الإخوة الجزائريين واللي تفرجوا في المقابلة هذه ثم بعض منهم قيموها، قال لك تونس لعبت ضد الكونغو الديمقراطية، الكونغو الديمقراطية ضعيفة برشا، ولو كان المنتخب هذا لعب ضد المنتخب الجزائري أقل حاجة نعطيهم 5-6. لذا مادام تونس ربحتها واحد بلاش في رادس وبسيف، يعني المقابلة الجاية نهار 11 جوان ضد المنتخب الجزائري، قال لك المنتخب الجزائري وبدات عاد الكومنتارات باش نلعبوا لكم بالمنتخب الثاني، والمنتخب الثاني وحده يعطيكم 3 ولا 4، خلي عاد لو كان نهبتوا بالفيغولي ونهبتوا بمحرز ونهبتوا بنجاح نعطيكم 5 ولا 6. يا الاولاد نقول لكم حاجه، راهي الحكايه ما تتحسبش كيما هكا. ريتوها المنتخب التونسي البارح حتى لو كان خسر ضد المنتخب الكونغولي، ريتوه المردود هذاك ما هواش باش يكون نفس المردود ضد المنتخب الجزائري. اكيد تسمعوا بحاجه اسمها ديربي، ومقابله المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري ديربي في حد ذاته، والديربي الناس الكل متفاهم على حاجه، انك ما تنجمش تتكهن بنتيجه المقابله، وما تنجمش كيف تتكهن شكون باش ينتصر على شكون، مهما كانت ظروف المنتخبين ولا مهما كانت ظروف الأندية. المنتخب الجزائري على الورق أقوى من المنتخب التونسي، ولكن بما أنه ديربي ما تنجمش تتكهن بنتيجة المقابلة. وعلى سبيل المثال احنا لهنا في تونس عدنا الديربي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، وفي الجزائر الشقيقة عندكم الديربي بين مولودية الشعب، مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. ولكن لو كان نجي ونقيمه الزوز دربيات في الجزائر وفي تونس، نلقاو الديربي الأخير واللي فيه 2-2 بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، على الورق المولودية أقوى، المولودية يلعب في الشامبيونز ليج، لكن اتحاد العاصمة كان قاب قوسين أو أدنى باش ينتصر في المقابلة هذه. كيف لهنا في تونس الترجي الرياضي التونسي على الورق اقوى من النادي الافريقي برشا، النادي الافريقي بكلنا نعرفوا انه يمر بالعديد من المشاكل. الترجي الرياضي 5 مرات متتاليه بطل تونس، الترجي الرياضي دومي فينال شامبيونز ليغ، ولكن في المقابله الاخيره نتاع الديربي واللي وفات 1-1 كان النادي الافريقي باش ينتصر لو الهفوه نتاع بلال العيفه في الدقائق الاخرانيه واللي عدل بها الترجي الرياضي التونسي. ولهنا نقول وراه الديربي ما تنجمش تتكهن وتقول منتخب اقوى من منتخب، يعني باش نعطيكم 4 ولا 5. ثم ميزه اخرى المنتخب الجزائري والاخوه الجزائريين ما يعرفوهاش على المنتخب التونسي، هو انه يكبش مع احتراماتي القرقنه كي قرقنا، والمثل هذايا بارامو ما تعرفوش. المنتخب التونسي حتى لو كان يكون في أسوأ الحالات نتاعو، على خاطر تو المنتخب التونسي راهو منتخب محترم ومحترم جدا، ومسألة وقت باش نشوفوه من أفضل المنتخبات في إفريقيا. هاي المقابلة الجاية نهار 11 جوان، وتفكروا كلامي مليح، المنتخب الجزائري يعج بالنجوم، المنتخب الجزائري عنده في غولي واللي في تومكو يفكرني برشا برونالدو تاع البرازيل، عندهم رياض محرز كيف كيف واللي ديريرمو وصل فينال شامبيونز ليغ ولعب مقابلة كاملة، وهذا كان يدل على حاجة، يدل على قيمته في المان سيتي حتى لو كان هز الكوب والشامبيونز ليغ. كيف كيف عندكم بنجاح الدبابة، عندكم بنجاح اللي ما يرحمش قدام الكاجو، لكن نهار 11 جوان باش تتفكروا كلام البياري مليح، قدام المنتخب التونسي ما كومش باش تنجموا تعملوا حتى شيء، قدام المنتخبات الإفريقية العملاقة عادي تربحوا 3-4، ولكن قدام المنتخب التونسي ما تنجموش تنتصروا، قدام يوسف حكومة، قدام وهبي في كيرينا ما تنجموش تنتصروا علينا. علاش؟ حاجة سهلة برشا، المنتخب التونسي
يمتاز بميزة على المنتخبات الأخرى كله هو التكتيك متاعه. عدنا تكتيك متاع تلاقي نقبلوا اللعب برشا ولكن ما نقبلوش الأهداف، وهذا اللي باش نشوفوه المقابلة الجاية. ونعاود نقولها، مستحيل المنتخب التونسي باش ينهزم أمام المنتخب الجزائري، وراهو حتى لو كان المنتخب التونسي قدم مباراة بطولية ضد المنتخب الجزائري واللي عج بالنجوم، حتى لو كان المنتخب التونسي يقدم ويخرج بنتيجة إيجابية، وحتى لو كان ينتصر على المنتخب الجزائري، راهو ما تغير حتى شيء. يقعد عدنا منتخب باهي ولكن عدنا مدرب فاشل، عدنا مدرب ما عندوش شخصية، عدنا مدرب رئيس الجامعة يحكم فيه، رئيس الجامعة هو اللي يدخله في الشواء امتاعه. لذا نعاود نقولها، راهو نتيجة المقابلة ما هي باش تغير حتى شيء. ويقعد كما قلت، عدنا مدرب ما عندوش تاريخ مع النوادي، ما عندوش تاريخ وما نجحش مع النوادي، ولكن لو كان تسائلوا، لو كان يخرج ويستقيل منذر الكبير، شكون ينجم ياخذ البلاصة متاعه وينجح مع المنتخب؟ هما أربعة مدربين مش أكثر، فوزي بنزرتي، لسعد جردة، راضي الجعايدي، ومعين الشعباني. نبداو بفوزي البنزرتي. من الأول قلت فوزي البنزرتي هو المدرب المناسب، ولكن كي جيت وشفت الليفكتيف اللي في المنتخب التونسي، نلقى فوزي البنزرتي مستحيل باش يدرب المنتخب التونسي، وحتى لو كان يدربه ما ينجمش ينجح معاه. علاش؟ لخاطر لو كان المنتخب كان كله ملاعبية محليين، نقول لك ما ثماش افضل من فوزي البنزرتي، ولكن الملاعبية اللي في المنتخب 80-85% كلهم يلعبوا في اوروبا، والعقليه نتاعهم ما تتمشاش نحبوا ولا نكرهوا مع فوزي البنزرتي. وكلنا نعرفوا سي فوزي البنزرتي وقت اللي يتغشش ويدخل بعض، والله مانيش نفدلك الاولاد، حنا باع المجبري، عمر الرقيق، وحمزه الرفيعه، واحد يلعب في مانشستر، واحد يلعب في ارسنال، واحد يلعب في اليوم. اكيد يبداو قاعدين مع بعضهم وجايين في الطياره باش يتراناو عند سي فوزي البنزرتي، ويحلموا يقول لهم حنا باع المجبري ان شاء الله في المستقبل نولي كيما بول سكولز في مانشستر، يقول له عمر رقيق ان شاء الله نولي كيما ديفونسور سول كامبل في ارسنال، يقول لهم حمزه رفيعه وانا ان شاء الله نولي كيما ديل بييرو في اليوفي. وعمر عاد والا حنا باع المجبري يبدا يحكي معاهم باللغه الشينوي، لولاده ان شاء الله عندنا كامرون 2022 نهزوها ما ثماش كلام، وان شاء الله في قطر 2022 نحتلوها قطر الاولاد نحتلوها. يوصلوا لسي فوزي البنزرتي يعطيها كعبات را 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 على عمر رقيق، اسمه عمر الرقيق. تصوروا فوزي البنزرتي وقت اللي يقطع عليه المريول ويعطيه كعبات را را، انا تصدقوني الملاعب هذا يمكن يمشي يشوف ابسي. ولذا رانا نحبه ولا نكره، فوزي البنزرتي في المرحلة هذه ما يصلحش مع المنتخب التونسي. أسعد جردة مدرب الرجاء المغربي، نحبه ولا نكره، مدرب ناجح، درب الاتحاد المنستيري نجح معاه، خلى البصمة متاعه، درب الرجاء المغربي هو في أضعف حالاته، كيف خلى البصمة معاه، وعنده العقلية الأوروبية وتتماشى مع العقلية الملعبية اللي عندنا، ونتصوره ينجح مع المنتخب التونسي. كيف راضي الجعايدي، أنا نتصور راضي الجعايدي ومع الأندية اللي نجح معاها والعقلية متاع راضي الجعايدي، على خاطر الملعبية اللي كانوا ينشطوا في أوروبا قبل مع راضي الجعايدي، الوحيد اللي كان يرجع للنادي متاعه هو ما ثم حتى جرام زايد شحومات وكريقة ذاك الكل هو راضي الجعايدي، الباقي الكل الملعبية يجي لهنا سهريات ودنيا وكل شيء، يرجع زايد 5-6 كيلو. لذا العقلية متاع راضي الجعايدي نتصورها تتماشى مع المنتخب التونسي. تصوروا راضي الجعايدي يجي معاه مهدي النفطي ويجي معاه سليم بن عاشور، الثلاثة ذي نتصورهم ينجحوا المنتخب التونسي. أما بالنسبة المعين الشعباني، رو نحبه ولا نكره معين الشعباني، وبرشا ضد معين الشعباني، وبرشا تضحك على معين الشعباني، معين شد حمام لمف، حمام لمف راهي على الحيط، راه مع احتراماتي الحمام لمف، خلى البصمة متاعه مع أول مرة يدرب فريق، من بعد شد الترجي الرياضي التونسي، شفناه 3 أو 4 مرات البطولة التونسية، كيف مرتين شامبيونز ليغ، واللي عملوا معين الشعباني نتصور ثم برشا مدربين ما عملوش، والمدربين الجايين ما همش باش ينجموا يعملوه. وانتم حسب رايكم شكون اكثر واحد مناسب باش يشد المنتخب التونسي؟ وفي الختام ما نجم نقول كان تونس اتعيد.